طيب بصراحة الواحد مبسوط جدا جدا برجالة كرة اليد في النادي الأهلي بعد الفوز على الزمالك بالسوبر الأفريقي بالأمس في المباراة اللي كانت في النيجر، وبالتالي نتج عنها تأهل كمان النادي الأهلي لكأس العالم للأندية. الواحد مبسوط ليه؟ بالتحديد لفرقة كرة اليد، لأن الفرقة دي كان في بعض الإخفاقات على مدار الفترة اللي فاتت كلها، وكانت محتاجة دماء جديدة فيما يتعلق بالتحديد بالجانب الفني، وده اللي انتبه ليه مجلس إدارة النادي الأهلي، وبناء عليه تم تعيين المدير الفني الجديد الحالي جوردو. مدرب بدايته واضح أنها مميزة، لما تكسب فريق كبير زي الزمالك بصراحة في كرة اليد، الزمالك فريق كبير في كرة اليد طبعا، تكسبه في مباراة بطولة تأهل لكأس عالم الأندية، إذن في تغيير حصل، الراجل اشتغل، الراجل عمل حاجة. نتمنى لهم كمان التوفيق في كاس الكؤوس اللي هم لسه طبعا مستمرين هناك في النيجر، نتمنى لهم في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه ان هم ان شاء الله باذن الله يجيبوها لنا، وخصوصا ان سقف الطموح ابتدى يزيد مع المجموعه دي ومع اللعيبه دي مع بعض التدعيمات اللي ان شاء الله تكون موجوده في بدايه الموسم. فخلينا نتفائل خير بفرقه الاهلي وبالنشاط الرياضي كله داخل النادي الاهلي. فخلينا نبتدي بالحساب الرسمي لليد الاهلي على فيسبوك، واللي اتكلموا عن مباراه الامس، ويعني بيقولوا ان فريقنا يتوج بطوله السوبر افريقيا ويحجز مقعده في بطوله كاس العالم للانديه بعد تغلبه على الزمالك بنتيجه 32-31. والله يا جماعه والله هو ده المفروض الطبيعي، مش قصدي ان يعني ما هو الطبيعي الاهلي يكسب والزمالك يكسب والبطولات تبقى كده، بس احنا جات علينا فتره في كره اليد فعلا كانت الامور صعبه، بس التصحيح بيتم، الناس بتشتغل، طبيعي ان انت مش في يوم وليله هتبقى احسن من قبل كده بكتير، لا هتاخد وقت، بس البدايه مبشره جدا. طيب خلينا كمان نروح لحساب الفولي بول الرسمي او الاهلي فولي بول على فيسبوك، واللي بيقولوا ان بدون راحه الماسترز يوصلون تدريباتهم استعدادا لمباراه الفاب الكاميروني وبطوله افريقيا الانديه. امبارح كسبنا احنا برضو فريق التونسي الاولمبي القليبي بنتيجه 3-0 في هذه البطوله، فان شاء الله باذن الله عندنا مباراه ثانيه مع فاب الكاميروني بدور المجموعات لبطوله افريقيا للانديه، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. وعندنا مجموعه كويسه والله برده في الكره الطايره، كان في برده اخفاق الفتره اللي فاتت بس وارد طبيعي في اي منافسه رياضيه يعني. طيب خلينا نروح كمان لكره السله. امبارح كان ماتش قوي قوي ما بين الاهلي والاتحاد السكندري في البيست 5، والاتحاد كسبنا بعد اللجوء للاشواط الاضافيه، كنا تعادلنا معاهم 75-75، وفي الاشواط او الاوقات الاضافيه قدروا ان هم يفوزوا 86-87، وخلاص الصفحه دي اتقفلت. هنركز في الماتش اللي جاي مع الاتحاد بكره ان شاء الله، احنا عايزين نحاول نكسب 3 ماتشات من 5، هنلعب الاتحاد 5 ماتشات، لو هم كسبوا الماتش الجاي واللي بعده خلاص هم كده خدوا اللقب يعني. ان شاء الله باذن الله نكون موفقين ونقدر ان احنا نفوز في الماتشات اللي جايه قدام الاتحاد السكندري. طيب دي كانت اهم وابرز الاخبار تتعلق بالنشاط الرياضي داخل النادي الاهلي، هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. يلا